دكتور جهاد، ما هي مستجدات الأوضاع الآن داخل القطاع، وخاصة يعني مش بس كمان عايز أقول جوه القطاع، ولكن كمان في الضفة الغربية وفي سائر المدن والمدائن الفلسطينية؟ يعني أعتقد أخي يوسف أن الأمور هي في حالة من التصعيد المستمر والمتواصل، وهذا الأمر ليس بالغريب على الاحتلال وحكومة التطرف الصهيوني الإسرائيلية التي لا زالت تمارس عمليات القتل والإبادة غير آبها، سواء بحرمة شهر فضيل أو بقدسية هذه الأيام أو حتى بالوضع الإنساني المزري الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة نحن نتحدث عن قطاع غزة الذي يتعرض لأكبر كارثة عرفها التاريخ الحديث، ألا وهي كارثة التجويع الذي يحصل أمام العالم بأسره تحت أبصار وسمع العالم بأسره، الذي يرى المجاعة ويرى حرب التجويع والتعطيش وحرب الإبادة التي تشن على الشعب الفلسطيني، وكأنه كما وصفته قد أصم أذنيه وأغلق عيونه عما يجري على الأرض الفلسطينية. فلم تكتفي دولة الاحتلال بما تمارس من حرب إبادة يومية بشكل سواء بعمليات القصف، نحن نتحدث عن أكثر من 31 ألف شهيد، بالإضافة لأكثر من 72 ألف مصاب، ونتحدث عن أكثر من 15 ألف مفقود، بأضف إلى ذلك بأن لا مقومات للحياة في قطاع غزة بعد أن دمرت بأكملها من كل بكل ما تعني الكلمة، حتى يتم إفراغ هذا القطاع من سكان وليجدوا ما هو دافع للحياة، ولكن دائما يكون هناك الأمل الذي يحدو هذا الشعب بمساعدة الأشقاء. ولذلك وجدنا حالة الاختراق التي توصلها جمهورية مصر العربية من خلال استحداث طرق جديدة لإدخال المساعدات عبر الإنزال الجوي نتيجة الإعاقات الإسرائيلية التي أعاقت إدخال المساعدات من المعابر البرية، ولكن مصر دائما جسدت في إطار عقليتها وفي إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بأننا لن نترك الشعب الفلسطيني وحيدا في مواجهة هذه الحرب الدروس التي تشن عليه من قبل هذا الاحتلال، الأمر الذي ينطبق بصورته المصغرة على مدن الضفة الغربية، فهناك يوميا اقتحامات واعتداءات وعمليات اعتقال، نتحدث عن أكثر من 8000 معتقل منذ 7 من أكتوبر حتى يومنا هذا، هناك يوميا اقتحامات عمليات قتل هدم بيوت، بالإضافة لما يجري في المسجد الأقصى عندما يتحدث نتنياهو بلسان وتطبق شرطته وبن جافير بلسان آخر ويطبق بالقوة منع إدخال المصلين إلى باحات المسجد الأقصى، حتى الذين أرادوا الصلاة في الطرقات قاموا باعتقالهم وبالاعتداء عليهم ومنعوهم من الصلاة في تلك المناطق وفي تلك الطرقات خارج المسجد الأقصى. إذن نحن أمام دولة إرهاب منظم تمارس الإرهاب بكل ما تعني الصورة وبكل ما تعني الكلمة، غير آبها بمجتمع دولي، غير آبها بقانون دولي، غير آبها باتفاقيات ومنظمات دولية، ولكن دائما نقول بأن طالما بقي الفيتو الأمريكي حاضرا في مجلس الأمن ليعطيها الغطاء القانوني والشرعي لكل ممارساتها الإجرامية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني سيتمادى نتنياهو وحكومته، وليس فقط ذلك بل التمادي أكثر على كافة المنظمات والهيئات الدولية، والدعم الذي يقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سواء الدعم العسكري أو الدعم المادي واللوجستي لدولة الاحتلال سيتمادى أكثر وأكثر. نتنياهو ضربا بعرض الحائط كل المحاولات وكل النداءات وكل الإجراءات للوصول إلى تهدئة من خلال مجموعة من الاشتراطات الجديدة، في كل يوم هناك شرط جديد يضعه على الطاولة في محاولة لعرقلة التوصل إلى تهدئة، ولكن نحن نعلم خبرة المفاوض المصري، خبرة ومكانة الأجهزة المصرية السيادية التي تعمل في هذه الحالة، هناك محاولة للضغط الحقيقي لجسر هو من خلال التنسيق المباشر ما بين كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر للضغط على كلا الطرفين ليبدأ مرونة حتى يتم تمضية أو تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إطار باريس 2 والتي تنص على هدنة تستمر لستة أسابيع وإطلاق سراح 42 أسير إسرائيلي مقابل 400 أسير فلسطيني والسماح بعودة أجزاء من النازحين
إلى المناطق الشمالية وإدخال المساعدات بشكل متدفق، إلا أننا نجد بأن كل طرف يتمسك بشروطه التي يفرضها محاولا استغلال شهر رمضان أو محاولا استغلال الأحداث الجارية، ويبقى الشعب الفلسطيني هو الضحية أمام هذه السياقات وأمام هذه المعضلات التي هي تتكرس أو تتجسد يوما بعد يوم.